من المنتظر على الساعة 10 بالتوقيت المحلي أن يجتمع مجلس الأمناء أو مجلس الخلافة لتزكية الملك تشارلز الثالث كملك رسمي للبلاد. يحضر هذا الاجتماع عديد الشخصيات التاريخية البريطانية لتأكيد ذلك. بعد التأكد وبعد الإعلان وبعد موافقة مجلس الأمناء أو مجلس الخلافة حسب الوصف، يظهر الملك من شرفة القصر سان جيمس، وبعد ذلك يعتبر الملك الرسمي للبلاد. بعدها يرافقه الحرس في عربة بالخيول في اتجاه ساحة ترافالغار سكوير، وبعد ذلك يلتقي رئيسة الوزراء ووزراء الحكومة بعد ظهر اليوم. هذا على مستوى اليوم في مراسيم الإعلان الرسمي للملك تشارلز الثالث كملك للمملكة المتحدة. يوم الغد ينقل جثمان الملكة كاثرين من قلعة بالمورال في اتجاه مدينة إدنبرا، هناك حيث يوجد القصر الملكي البريطاني في مدينة إدنبرا يسمى هوليز رود القصر. وانطلاقا من القصر يتم كذلك نقل جثمان الملكة إلى كاتدرائية إدنبرا القريبة من القصر، وهناك يسمح للمواطنين بزيارة وإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة. يوم الأحد يوم الاثنين أقصد كذلك تستمر بعض المراسيم لينقل الجثمان يوم الثلاثاء جوا إلى لندن على الأقل بحسب آخر التسريبات التي نتوفر عليها. وبالتالي ننتظر قدوم الجثمان يوم غد من قلعة بالمورال في اتجاه مدينة إدنبرا، وبالضبط في قصر هولي رود بمدينة إدنبرا. طيب محمد، فلنعود إلى المرتقب اليوم. ذكرت أنه سيتم اجتماع مجلس الأمناء أو مجلس تنصيب الملك، ماذا تحديدا حول هذا المجلس وصلاحياته وممن يتألف؟ المجلس مجلس الأمناء يتألف من أكثر من 200 شخصية، أغلبهم من صناع القرار في المملكة المتحدة من الأمناء، من الشخصيات الذين راكموا تجربة في خدمة المملكة. وبالتالي الأمناء سواء من قضاة كبار، من مسؤولين كبار سواء متقاعدين أو في نهاية الخدمة، يملكون سجل تاريخي من الانضباط، من المسؤولية، من الاحترام. وبالتالي هذا المجلس الذي يجمع بين أطياف المجتمع البريطاني بشتى أنواعه، سواء من إنجلترا، من ويلز، من اسكتلندا، من إيرلندا الشمالية، يجتمعون يعطون التزكية الرسمية لملك البلاد بعد أن أدى البرلمان ومجلس العموم البريطاني يوم أمس اليمين الدستورية لملك البلاد، وبعد أن ألقى الخطاب الرسمي للأمة. تأتي التزكية الأخيرة من مجلس الأمناء أو مجلس الخلافة. كاثرين بالعودة إلى خطاب الملك تشارلز الثالث، وهو أول خطاب لملك البلاد، تتضح من خلاله أن الملك الجديد يسير أو على الأقل يحاول السير بنفس النهج الذي كانت تسير عليها الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، حيث أكد أنه سينتهي من الأعمال الخيرية وسيتفرغ إلى الملكية بنفس النهج الذي كانت تسير عليه الملكة إليزابيث الثانية. المهمة لن تكون بسهلة أمام تشارلز الثالث الملك البالغ من العمر 73 عاما، على اعتبار أن الملكة إليزابيث الثانية كانت شخصية يمكن أن نقول أنها حققت المعجزة، على اعتبار أنها تسلمت الحكم في عمر صغير جدا 25 عاما. كان الكثير ينظر أن المهمة ثقيلة وجسيمة
على الملكة إليزابيث الثانية حينها، لكنها نجحت في 7 عقود كاترين في تجسيد الانضباط، الاحترام، الصرامة، اليقظة، الحفاظ على البروتوكول الملكي بحذافره. لم يسجل على الملكة أي خرق في المسؤولية أو خرق في البروتوكول أو ما يسمى باللغة الإنجليزية ميس بيهيفير. لم يسجل يوما من الأيام أنها قامت بأي سلوك في طوال حياتها الملكية، وبالتالي هذا الانضباط الصارم وهذا هذه الطريقة لمدة 7 عقود، يعني حتى في نهاية العمر، حتى بعد أن تجاوزت التسعينات، ظلت دائما محافظة على الانضباط، على الصرامة في كل مراسيم، سواء في يعني المراسيم لها ارتباط بأمور دولية أو أمور وطنية. نتذكر قبل سنوات عندما قام الأمير ويليام بالحديث إلى ابنه الصغير، وسلاح الجو الملكي كان يقوم باستعراض في الجو، فانحنى على ابنه الأمير ويليام، فنبهته الملكة بأن ينضبط وأن يظل واقفا للاستعراض. هذا الأمر لم ينتبه له أيا كان إلا الملكة، فكانت كان عنوان عريض. هذا فقط مثال بسيط على شخصية الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، التي فعلا صنعت شخصية قوية جدا وحب كبير، سواء هنا في المملكة المتحدة وحتى في أنصارها فيما وراء البحار.